ولا نقي من المليات، نقي من المليات كل الأشياء اللي حكينا عنها، الميكانيكا، هذول كلهم ما إلها علاقة بأوتو أنتيبودي فورميشن، تمام؟ الإميون ميدييتد أو الإميون هيموليتيك أنيميا معناها بتكون في هذيك عندي انتر اكشن بين الأنتيجين والأنتيبودي، تمام؟ وزيها زي أذر الأوتو إميون ديزيزز كلهم أسوشيت مع بعض، هذول الشخص حتلاقيهم اللي عندهم إميون هيموليتيك أنيميا رح تلاقي عندهم أذر أوتو إميون ديزيزز برضه موجودة. الاميون هيموليتيك انيميا از كوز باي انتي بودي ذات فايند ديتيرمينانت اون ذا ريد سيل ممبرين. اغلب الحالات هذول الانتي بوديز عباره عن اميون جلوبولين، سواء كان اميون جلوبولين جي ام او اميون جلوبولين اي، هلا بنحكي عنهم كل وحده وين بتبين بالتفصيل. هيموليسيس مايت اوكير سبونتينيوسلي اور اندوس باي ان اكسوجينس ايجنت، يعني هذا المريض مشخص بهيموليتيك انيميا بس هو ستيبل، فجاه due to any stressful event صار عنده الهيموليسيس، صار عنده هاي الاتاك. احيانا انت كفيزيشن يو كان ديتكت ذا اكسوجينس ايجنت، ما بتقدر تعرف شو اللي سبب له هالهيموليسيس كرايس هاي اللي صار عنده. طيب الكلاسيفيكيشن ديبند اون ذا نيتشر اوف ذا انتي بودي، ايش طبيعه الانتي بودي هذا اللي موجود عند البيشنت هو اللي عمل لي هيموليسيس لريد بلود سيل، او ديبندينج على البريسنس اوف بريديسبوزينج كونديشنز. The main test to diagnose immune hemolytic anemia in addition لكل الأشياء اللي كنا نحكي عنها اللي هو الـ general workup للأنيميا بشكل عام اللي هو CBC, الـ peripheral blood, الـ iron test كل الأشياء الثانية، في عنا إشي نسميه direct COMS test and indirect COMS test. المبدأ تاعهم نفس الشيء، الفكرة منهم إنه أنا بالمختبر أعمل الأجلوتينيشن اللي رح يصير، أعمل الهيموليسيس اللي رح يصير جوا جسم البيشنت. الفرق بينهم إنه بالدايركت كومز تيست أنا بس بعرف في أنتيبوديز ولا ما في، في إميون هيموليتيك أنيميا ولا ما في. أنا باخذ الـ RBC من البيشنت وبضيف عليهم أنتيبوديز مصنعين عندي بالمختبر وبشوف اذا صار في هيموليسيس معناته البيشنت عنده اميون هيموليتيك انيميا، اذا ما صار معناته وي اكسكلود دايجنوسيس وما في داعي اكمل على الاندايركت. بس الاندايركت بعمل العكس، انا باخذ البيشنت سيرم، لما اخذت السيرم معناته انا اخذت الانتي بوديز اللي موجودين عند البيشنت، صح؟ بضيف لو من عندي ديتيرمينانت انا مصنعهم بالمختبر وعارفه كل ديتيرمينانت شو هو، بالتيوب يلي صار فيه الهيموليسيس بقدر احدد ايش التايب اوف ديتيرمينانت اللي هذا البيشنت تحديدا سنسيتيف له، تمام؟ فالدايركت كوم تيست بس ببين لي في اميون هيموليتيك انيميا ولا ما في، والاندايركت بحدد لي ايش هو ديتيرمينانت وايش هم الانتي بودي بالضبط اللي موجودين عند المريض. في بل سمرات دي كلاسيفيكيشن في اميون هيموليتيك انيميا، we have two major types اللي هم الوارم انتيبودي تايب والكولد انتيبودي تايب. من اسمهم وارم اند كولد معناته الهيموليسيس بهذول البيشنت بيعتمد على التمبريتشر، تمام؟ في ناس بصير الهيموليسيس induced by high temperatures، بينما في ناس الهيموليسيس induced by low temperatures. الهاي تمبريتشر اللي هم الوارم انتيبودي تايب mainly primary or idiopathic، ما في عندي جينوين كوز لإله، ما بقدر أحدد شو بالضبط البرايمري كوز لإله، أو ممكن يكون سكندري مينلي تو النيو بلازم ذات افكت بيس اللي هم زي السي ال ال مثلا أو أذر أوتو إميون ديزيزز مينلي سيستميك لوبوس إريثيماتوسز أو ميدييتد باي سيرتين دراجز، تمام؟ نفس الفكرة تنطبق على الكولد أنتي بودي. الكولد أنتي بودي نفس الشيء induced by low temperatures، المين كوزز either infection او يكون عندنا lymphoid neoplasm، فمين يا infection يا malignancy. The warm antibody immune hemolytic anemia result from binding of high affinity autoantibody to red cell، تمام؟ يلي بصير عند هذول البيشنت immunoglobulin G or immunoglobulin A هم بيكونوا responsible antibody responsible على هذا type of immune hemolytic anemia، تمام؟ هذول ليش تحديدا الIgG والIgA مش غيرهم من الimmunoglobulin؟ لأنه هذول becomes more active when درجات الحرارة العالية، وinactive
باللو تمبريتشرز. فبالكولد اميون هيموليتيك انيميا الريسبونسبل شو راح تكون؟ راح تكون الاي جي ام انتي بودي، لانه هي هيك بتشتغل، هي بتشتغل بدرجات الحراره القليله. طيب هذول البيشنت بصير عندهم اريثروفاجوسايتوسيس، سفيروسايت فورميشن، برضه ممكن نشوف السفيروسايت بالبريفيرال سمير، بس زي ما حكيت لكم مش بالكميه اللي بنشوفها بالهيريديتري سفيروسايتوسيس. مور ذان 60% من الكيسز ار برايمري زي ما حكينا، اذرز ار ريليتد ايذر تو اميون انفكشن اور نيوبلازم. تمام، اغلب الحالات هذول بيجوا بمايلد تو مودريت ديجري اوف انيميا، ممكن يصير عندهم مايلد تو مودريت ديجري اوف سبينو ميجالي، وما في عندنا ديفينيت تريتمنت اكسبت شو بدك تنصح المريض؟ افويد الهاي تمبريتشرز، يعني ما يروح على الاماكن فيها درجات الحراره عاليه. في منهم بيروحوا مثلا بيعملوا ساونا، بصير عندهم الهيموليسيس هون، يعني بس بتنصح المريض ايش الاشياء اللي يتجنبها. الكولد انتي بودي اميون هيموليتيك انيميا انديوسد باي دي اي جي ام. تمام، الاي جي ام بيكمز مور اكتف بدرجات الحراره اللي قليله بلو 30 ديجريز، عشان هيك الهيموليسيس بالكولد تايب بنشوفه بالبريفيرال بارت اوف ذا بودي اللي بتكون درجه حرارتها اقل. تمام، زي الهاند الفيت والايرز. اوكي، واحدة من الفينومينا اللي بنشوفهم بالكولد انتي بودي اللي هي هاي بنسميها راينويد فينومينا. راينويد فينومينا كثير برضه بنشوفها بأذر تايبس اوف اوتو اميون ديزيزز زي الاس ال اي روماتويد ارثرايتس، هذول كومون انك تشوفها. يلي بصير بهاي الحالة لانه الكولد اميون هيموليتيك انيميا انديوسد باي اي جي ام والاي جي ام از بولكي، تجمع الاي جي ام بيعمل لي اجلوتينيشن. تمام، this agglutination شو بده يعمل؟ بده يعمل obstruction بال small blood vessels. تمام، the tiny blood vessels هذول رح يصير فيهم accumulation of the pentamer IgM، فبالتالي رح يعمل لي decrease بال blood supply على the peripheral parts of the body. متى ما بلش عندي ال IgM يعمل لي accumulation، يعمل لي obstruction بال peripheral blood vessels، معناته صار عندي the blood supply يقل. فشو بصير لون ايدين المريض؟ قل. متى ما وصل لمرحله الكومبليت اوبستراكشن بده يصير سيانوتيك، يصير لونهم ازرق. تمام، الاي جي ام اجلوتينيشن هاد بيروح على طول بس ترفع درجه الحراره، يعني بتلاقي المريض بس حاول يدفي ايديه فجاه شو صار؟ صار السوليوشن تماما لكل الاي جي ام، ففجاه صار في رابيد ريبرفيوجن على السمول بلاد فيسل. هذا الرابيد ريبرفيوجن شو رح يحول لي؟ رح يحول لي الاوتر ابييرنس من سيانوتيك لهايبريميك، حيصيروا فجاه كلهم لونهم احمر. لو افينيتي لانه هو بيربط بسرعه وبفك بسرعه، عشان هيك بالراينويد فينومينا فجاه هاي السيانوتيك فجاه راحت، يعني ما صار في ترانزيشن على فتره طويله. بينما بالورم هاي افينيتي، فما بتشوفي هاي الفينومينا موجوده عندهم. تمام، ميكانيكال فورسز، في عندنا ميكانيكال اوبستركشن باي بلاد فيسل، صار في تروماتيك افكت على الار بي سيز، فبالتالي عمل لي هيموليسيس. هيموليسيس مينلي بتكون انتراباسكولار، عشان هيك هذول البيشنت بيجوا بهيموجلوبينوريا. Traumatic hemolysis either by defective cardiac valve, the patient is put to cardiac valve replacement, it's a foreign body, definitely ما راح يشتغل 100% زي النورمال فالف، بتلاقي في ميكانيكال كونتاكت بين هذا الفالف وبين الريد بلود سيل، هذا الكونتاكت ممكن يعمل ديستركشن على الار بي سيز وهم ماشيين. تمام؟ المايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا انه السمول بلود فيسلز بصير فيهم اوبستراكشن. ايش هم الحالات اللي بصير فيهم ايش هم اللي بسميهم مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا؟ من اسمهم مايكرو انجيوباثيك، معناته انا بحكي على البلود فيسلز ذات ار سمول، المايكرو بلود فيسلز. هيموليتيك انيميا معناته it is a main feature of each one of them انه يصير عندها. تمام،
أول شيء DIC disseminated intravascular coagulation حكينا عنه الفصل الماضي هذا رح نحكي عنه لما بصير فيه deposition of fibrin within the small blood vessels تعمل partial obstruction RBCs هم ماشيين في traumatic event فبالتالي بيتكسر جوا the small blood vessels the same applies على malignant hypertension systemic lupus erythematosus TTP thrombotic thrombocytopenic purpura هذول diseases of the platelets رح نحكي عنهم hemolytic uremic syndrome اللي هو characterized by the hemolytic anemia in addition للكيدني ديزيز اللي بصير عند الكيدني فيلير اللي بصير عند هذول البيشنت و disseminated cancers cancer once they disseminated through the blood vessels ممكن they can precipitate and accumulate within the micro vessels ويعمل لي partial obstruction والtraumatic event اللي بصير على الـ RBCs تمام؟ الـ RBCs هذول الاشياء كلهم بيعملوا لي ميكانيكال فورس على الار بي سي بيعمل لي ميكانيكال ديستركشن لهم تمام الميكانيكال فراجمنتيشن هذا شو بده يعمل لي لو تكسرت الار بي سي معناته بدي اصير اشوف ابنورمال شيب اوف ريد بلود سيلز وذين ذا بيريفيرال سمير مين اللي عم بحكي على اللي هو بنسميه شيستوسايتوسيس اللي هو فراجمنتيشن اوف ريد بلود سيل في عندنا سيرتن كاركترستيك سيلز زي البيرسل الهلمت سيل والتريانجل فجي فيهم هون This is the Bursal هاي كلها بسبب the fragmentation يلي صار على red blood cell هون في عنا helmet cell هون نفس الشيء هدول هم helmet cells هدول triangle cells وهون برضو atlocor مبين لنا كيف في عنا يعني variable shapes and the fragmentation of the red blood cell تمام؟ دائما بس تطلع على البريفيرال بلد سمير بتلاقي الار بي سيز عجبه بالشكل مكسرين معناته this is mainly mechanical obstruction or hemolysis of the red blood cell. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria ما بدي اعترف عنها كثير it is an acquired mutation affecting the X chromosome mainly مش جيناتيك ديزيز اذا انا كوير ممكن تبلش عند المريض باي وقت مش ضروري من هو صغير ممكن فجاه انه هو اضل اللي بيصير هون انه بسبب الميوتيشن الموجوده عندهم هذول الار بي سيز بصير لهم هيموليسيس وونس ذا بي اتش اوف ذا بلود از ديكريز تمام متى ممكن تتغير البي اتش اي ستريسفول ايفنت تمام اي انفكشن اي سيرتين دراجز اي كيميكال انجري ميكانيكال انجري ممكن يعمل لي تشينجز على البلد بي اتش وبالتالي اندوسز هيموليسيس طيب بيجيك المريض ما عندي شيء لا انفكتد ولا ما اخذ ميديكيشن ولا عندي اذر ديزيز ولا شيء ذا مين برزنتيشن لهذول البيشنت بيجوا ب تي كلر ديورين ان ذا مورنينج ليش لانه ديورين سليبينج الباترن اوف ذا ريسبيريشن بيتغير فبالتالي في عندنا variability بالblood pH بصير فيها إنه slight decrease in the blood pH during sleeping. فالdecrease هذا بالblood pH induces hemolysis of red blood cells. تمام؟ الملاريا واحدة من causes of extrinsic or extracorpuscular hemolytic anemia رح تأخذ أكثر فيها بالمايكرو ما رح أدخل لكم بالسايكل لإلها. بدنا نكمل على لا إذا عارف إنه هي extra corpuscular cause of hemolytic anemia this is enough ما بتاخذوا in details بالمحاضرة محاضرة كاملة على الملاريا طيب الموضوع المهم اليوم هو الهيموغلوبينوباثيز لما بحكي على هيموغلوبينوباثيز معناته أنا عندي abnormality in the formation of the hemoglobin مش بسبب النيوتريشنال ديفيشنسي زي الايرون والفيتامين بي 12 والفوليت لا انا الهيموجلوبين كونتنت يعني انا ما عندي مشكله بالبرايمري برودكتس اللي بدي اياهم للهيموجلوبين انا عندي مشكله عندي جينيتيك ميوتيشن سببت لي مشكله بالفورميشن اوف ذا هيموجلوبين يعني بحكي على ستيب ليتر ذان الايرون ديفيشنسي والفيتامين بي 12 والفوليت تمام وي هاف ا جروب اوف هيريديتري ديس اوردرز اهم شيء تعرفوه هو مينلي السيكل سيل انيميا او سيكل سيل ديزيز والثلاسيميا سيكل سيل انيميا بيعتبروها يعني الكورد تايب للهيموجلوبين الخفيف يلي بيصير بالسيكل سيل انيميا از ميوتيشن ان ذا بيتا جلوبين
فبالتالي البيتا جلوبين هذا بدل ما يعطيني النورمال هيموغلوبين راح يصير يعطيني هيموغلوبين ثاني بسميه هيموغلوبين اس. ليش اس؟ لانه التغيير اللي صار بشكل الخلايا صاروا كريسنتكس صاروا سكل ان شيب سميناه هيموغلوبين اس. تمام؟ طبعا اندمك ان سيرتن بارت اوف ذا وورلد، وبعتقد انه له اسوسيشن بالديستريبيوشن للملاريا. البيشنتس اللي عندهم مثلا سكل سيل ديزيز او ثلاسيميا، لان اللايف سبان اوف ذا ريد بلود سيل از ديكريز، يعني هذول يا دوب الار بي سي بتعيش 20 يوم بدل ال 100 ل 120. بحكي لك انه لها ادفانتج انها تكون بنفس الديستريبيوشن للملاريا، لانه المريض هذا اللي عنده ملاريا بدل ما تضلها الكرونيك انفكشن وتطول معاه، لانه الار بي سيز عم بيعيشوا فترات طويله، الهيموليسيز اللي بيصير بسبب السكل او بسبب الثلاسيميا بيعمل لي ديستركشن للانفكتد ريد بلاد سيل، فبيحاول تريديوس الملاريا الانفكشن. تمام؟ الباثوجينيسيس is a single amino acid substitution in the beta globin. معناته أنا في عندي تغيير بأمينو أسيد واحد، هذا الأمينو أسيد بدل ما هو جلوتاميت صار عندي صار يعطيني الفالين. الفالين مشكلته إنه لما الريد بلاد سيل تتعرض لدي أكسجينيشن، تتعرض لأي ستريسفول إيفنت، بصير يعمل انترموليكيولر كونتاكت، يعني بصيروا الامينو اسيد هذولا يتجمعوا ويربطوا مع بعض بسبب وجود الفالين، فبالتالي شو بده يعمل؟ بده يعمل لي بوليمرز. فالمشكله بالسيكل سيل انيميا انه السينثيسيس از ابنورمال هيموغلوبين، تمام؟ فهي كواليتيتيف ديفكت، بعكس الثلاسيميا اللي راح تشوف فيها انه المشكله كوانتيتيف، انه عم بصنع النورمال بس النورمال غير كافي. تمام؟ هون لا، انا ما بصنع النورمال اساسا. النورمال هيموغلوبين شو هو؟ اللي هو الهيموغلوبين ايه، عباره عن 2 الفا 2 بيتا، بنسميها الفا 2 بيتا 2، هذا النورمال ادلت اللي بنسميه هيموغلوبين ايه. 5% منه شو بيكون؟ بيكون الهيموغلوبين اي 1 سي اللي هو بنفحصه لمين؟ لمرضى السكري. تمام؟ السكند تايب من الهيموغلوبين هو الهيموغلوبين A2. الهيموغلوبين A2 لازم يكون عندي بلو كونسنتريشنز، هون لو كونسنتريشنز يعني ماكسيمم ما يتعدى 3% من التوتال هيموغلوبين اللي موجود عندي. هذا اللي بيكون عباره عن الفا 2 دلتا 2، بدل البيتا انا عندي دلتا. 1% هو فيتال هيموغلوبين، الفيتال هيموغلوبين هو الفا 2 جاما 2، يعني الألفا مشتركة بكل هذول الهيموغلوبين بس تتغير البيتا. تمام؟ هلا الفيتال هيموغلوبين هو الهيموغلوبين اللي بيولد فيه الفيتس. مشكلة الفيتال انه عنده هاي افينيتي، فالار بي سي بس تربط بالهيموغلوبين بس يربط بالاكسجين ممكن انه يوصلها على التشو بس بصعوبة، مش زي السهولة اللي بتكون موجودة بالادلت فورم اللي هو الهيموغلوبين A. تمام؟ طبعا at age of 5 to 6 months بصير في shifting من الفيتال هيموغلوبين للأدلت فورم اوف هيموغلوبين. تمام؟ So on deoxygenation, hemoglobin S molecule undergo conformational changes that allows polymers to form via the intermolecular contact يلي سببه وجود الفالين أمينو أسيد rather than the glutamate. تمام؟ هذول changes البوليمرز هذولا will destruct the red blood cell، رح تغير لي بالشيب والمورفولوجي of the red blood cell لحتى تصير شو؟ تصير crescentic or sickle shape. الممبرين ديستورشن يلي صار على الريد بلاد سيل رح يغير لي بالايون كونسنتريشن ان اند اوت، بده يصير في عندنا كالسيوم انفلوكس، الكالسيوم بده يصير يدخل لجوا الريد بلاد سيل وبده يطلع لي البوتاسيوم والووتر، فبالتالي بعد فتره بتلاقي هالسكل سيل شو مالها ديهايدريتد، هذا الديهايدريشن يلي صار بالريد بلاد سيل بخليهم مور ستيكي. مورستيكي معناته إذا سكل سل ضربت في سكل سل ثانية جنبها معناته they will accumulate، وبالتالي they will obstruct the blood vessel. شا؟ The thrombosis is very common and هذول patients. هلا رح نحكي عنه توضيح. تمام؟ طب من وين إجا هذا الكالسيوم اللي عم بيعمل influx على red blood cell؟ من البون. صار يسحب لي كل الكالسيوم موجود عندي بالبلاد
وصار يرجع يعمل لي resorption of the bone. لهيك هذول الفيشنت بتلاقي عندهم skeletal deformities. اوكي factors that are important determining whether clinical significant polymerization رح يصير عند هذا patient of sickle cell anemia ولا لا. depends على concentration of hemoglobin S. في منهم ممكن يعمل 50% hemoglobin S 50% hemoglobin A. ما رح تكون بالستابيليتي لما يكون patient homozygous, يعني كل الهيموغلوبين اللي تكون عنده هو عبارة عن hemoglobin S فقط. اللي بدي اياك تعرفه كمان انه مش بس هذول هم انواع الهيموغلوبين, في other types of hemoglobin, في هيموغلوبين بورتلاند, في هيموغلوبين سي, a lot of types, يعني ما رح نحكي عنهم هون, later on بتعرفوهم. بس ال presence of other types of hemoglobin ممكن تخفف لي حدة السكر سلام. تمام؟ in addition to the time required for the blood cell to pass through these small blood vessels. كل ما كان timing of passing أطول, يعني كل ما كانت red blood cell بطيئة بالblood flow, معناته رح يبلش في يصير فيها deoxygenation. فبالتالي هالred blood cell اللي كانت normal شو بده يصير فيها؟ بده يصير فيها ال polymerization والchanges لحتى تحول لي إياها لsickle cell. تمام؟ فأنت لما تطلع على peripheral blood smear للpatient ما رح تلاقيهم كلهم sickle. تمام؟ يعني ممكن هال RBC تطلع من البون مارو نورمال وانتاكت وباي كونكيف, بس لما تتعرض لدي اوكسجينيتد ايفنت بصير فيها سكلين. تمام؟ فمش دائما يو كان ديتكت السكل سيلز بالبيريفيرال بلاد اوف ذا بيشنت حسب السيتويشن اللي هو فيها. الميجر كونسيكونسز بسيكل سيل انيميا, اول شيء هيموليتيك انيميا, ثاني شيء الثرومبوس فورميشن. لما بحكي على هيموليتيك انيميا, most of the cases these are chronic moderately or moderate to severe hemolytic anemia. فهذول البيشنت كومن انهم يضلهم رايحين جايين عندك كفيزيشن. لايف سبان از ديكريز اب تو 20 دايز ماكسيمم. سيفيريتي اوف هيموليسيس كوريليت وذ ذا فراكشن اوف ريفرسبلي سيكل سيلز. تمام؟ كل ما كان عندي more sickle cells معناته رح يصير عند الpatient more hemolysis. تمام؟ الvascular obstruction زي ما حكينا يلي بصير بسبب accumulation of these sticky red blood cells رح يعمل لي obstruction of the blood vessel, بالتالي رح يعمل لي infarction. These infarcts are very painful. تمام؟ الinfarction ممكن يصير بأي مكان, يصير بالبون, يصير بالليفر, بالبرين, الريتينا, اي اورجان بيخطر على بالك ممكن يصير فيه this infection. تمام هذول لما نحكي عن infection, inflammation, dehydration, acidosis, كلهم هذول stressful events بيعملوا لي deoxygenation, فبالتالي بيعملوا لي more sickling, more hemolysis and more thrombosis. By morphology and peripheral smear رح نشوف هذول elongated spindle or sickled cells موجودين. Hypoxia induced by fatty changes common feature in, mainly بالheart وبالliver. Compensatory hyperplasia of erythroidic precursors موجودين بالbone marrow برضه. In addition to bone resorption and secondary new bone formation اللي هي aids in the skeletal deformities اللي بتكون موجودة عند هذول patients. Extramedullary hematopoiesis. ليه؟ To compensate. تمام؟ In children, هلا اللي بدنا نميز شغلة بين السيكل سيل والثلاسيميا. بالسيكل سيل اللي بيقول لي دايجنوز تشيلدرن, هذول الصغار ممكن تلاقي عندهم سبينوميجالي. ليش؟ لأنه الديفورمد ريد بلود سيل will be engulfed by macrophages أو الفاجوسايت ويروح يودي لي إياهم على السبينوميجالي. المشكلة وين بتصير؟ المشكلة بتصير مع تكرار الهيموليسيس, تكرار الانجلفمنت وتكرار الانترابمنت of these cells within the spleen. شو بدي يعمل لي؟ رح يعمل لي destruction ورح يعمل لي infarction within the spleen. فبعد فترة هذا الطفل اللي كان عنده سبينوميجالي بس يكبر شوي شوي وrecurrent attacks of hemolysis, شو بدو يصير عنده؟ بصير عنده العكس, بصير عنده infarction of the spleen, نسميها autosplenectomy.
فتيجي تشخص لي واحد كبير بالعمر 13 14 15 20 سنه سيكل سيل انيميا وعنده سبلينوميجالي، لا ممكن اشوفه بثلاث اربع سنين اوكي، بس اكثر من هيك لا، المفروض انه هذا البيشنت صار عنده اوتوسبلينوميجالي. تمام. Vascular congestion, thrombosis, and infarction might affect any organ زي ما حكينا. واحدة من الcomplications برضو بتصير عند هدول الpatients penile fibrosis, erectile dysfunction, hemolytic anemia, hemosiderosis, and pigment gallbladder stones are very common. This is the sickle cell anemia under microscope. هدول السيكل سيلز برضو ممكن نشوفهم بالسبلين، يعني لما تعمل examination للسبلين under microscope تاخذ tissue parts بتلاقي within the blood vessels موجود هدول السيكل سيلز. clinical features unremitting course with attacks. مريض عنده gradual insidious spontaneous شوي شوي عم بصير عنده hemolysis، فجأة صار في severe attack or severe crisis of hemolysis. زي ما حكيت لكم هذول ال crises are very painful. حكينا على homozygous sickle cell disease بالعادة asymptomatic until 6 months of age، لأنه بيكون في عنا الفيتال هيموغلوبين عم بحاول يعوض لي الأكسجينيشن، لسه السكلينج اللي صار بالريد بلاد سيل مش واضح كفاية. hyperbilirubinemia compensated reticulocytosis زيها زي الأذر هيموليتيك أنيميا. الفازو اوكلوسيف كرايسيس المين سايتس لهم اكثر شيء بيأفكتد الهاند فوت سيندروم، هي الموست كومن بريزنتيشن للسيكل سيل انيميا. بيجيو بي فيري بينفول انفاركشن بالبونز اوف ذا هاندز اند فيت. الاكيوت تشست سيندروم خصوصا اذا صار المريض عنده اي تايب اوف انفكشن مينلي ستريب نيومونيا، لانه الانفكشن هذا رح يعمل هايبوكسيا ويذين ذا لونج نفسها، فبالتالي رح يصير في سيكلينج واكيميليشن اوف ذا سيكل ريد بلاد سيل، فرح يعمل لي انفاركشن ويذين ذا لونج تشو اتسلف. ستروك نفس الشيء، انفاركشن ويذين ذا برين والبروليفريتيف ريتينوباثي ويتش ماي ليد تو بلايندنس، فذيس از ا فيري سيفير كونديشن اوف هيموغلوبينوباثي. الاي بلاستيك كرايسيس زيها زي الاي بلاستيك كرايسيس بتصير في اذر هيموليتيك ديزيزز كوز باي فايروفيروس بي 19، والتريتمنت از سبورتيف بهاي الحالات لحد ما تخلص هذا الكرايسيس. prone to infections طبعا. salmonella osteomyelitis is very specific. بالعادة الاوستيومايلايتس ما بصير بسبب السالمونيلا، بس إذا لقيت سالمونيلا معناته you have to suspect إنه هذا البيشنت عنده سيكل سيل أنيميا. تمام؟ how to diagnose سيكل سيل أنيميا by hemoglobin electrophoresis. بعمل analysis بعرف هذول هذا البيشنت ايش التايبس اوف هيموجلوبين اللي موجودين عنده. إذا صار في detection of hemoglobin S معناته this is sickle cell، معناته عنده sickling هذا المريض. How to treat؟ هلأ مع التريتمنت about 50% survived لل 5th decade. زمان كان اللايف سبان للpatient كتير أقل. المين lines of التريتمنت لأنه أنا ما في عندي إشي 100% يمنع لي السيكلينج لأنه it is a genetic mutation. المين مالو في تريتمنت اول شيء بدي اعطيه اللي هم السبورتيف، بدي اعطيه بروفيلاكتيك انتي بوديز سوري انتي بايوتيك لانه هم برون لانفكشنز. بدي اعطيه الهيدروكسي يوريا. الهيدروكسي يوريا فائدتها انه انتروديوسز ذا بين كرايسيس اند ستوبس ذا هيموليسيس، فبالتالي الهيدروكسي يوريا وين بفيدني؟ وين بقدر اعطي المريض؟ بالكرونيك كونديشن ولا بالكرايسيس؟ بالكرايسيس بعطيه الهيدروكسي يوريا. تمام، لانه هي بتوقف لي السيفير هيموليسيس وبتوقف لي البين. بالكرونيك كونديشنز الحياه اليوميه للبيشنت ما بيكون عنده هاي الاشياء، مشكلته بتصير لما يصير في كرايسيس. والمين تريتمنت طبعا هو بس البون مارو ترانسبلانتيشن. طيب هون ملخصنا كل الاشياء اللي بصير بالسيكل سيل. This is the hemoglobin A. صار فينا point mutation غيرت لي الglutamate into valine. Valine هذا صار يعمل لي adhesion between the molecules. فبالتالي غير لي type of the hemoglobin that result. فطلعت هال RBC من البون مرو intact in shape. بس شو حاملة؟ حاملة الهيموغلوبين S.
والدي اوكسجينيشن بدها تتاثر. فبالاوكسجينيتد ستيتس البيشنت ما عنده اي مشكله والار بي سيز نورمال وانتاك ما فيهم اي مشكله. المشكله بتصير بس لما تتعرض لدي اوكسجينيتد اور ستريسفول ايفنت بصير فيهم بوليمرايزيشن اند تشينجز بالشيب. هاي البوليمرز ار توكسيك تو دي بلازما مبرين فبالتالي رح تعمل لي ديستركشن. بمرحله معينه اذا عملت ري اوكسجينيشن ممكن هذا السيكلينج يكون ريفرسبل، يعني ممكن ترجع على السيكل سيل للنورمال شيب. بس بالمراحل اللي وصل فيها انه ديستركشن للبلازما مبرين معناته انه وصلت للريفرسبل. تمام. وهنا بين لنا المين كومبليكيشنز اور الكونسيكونسز اوف سيكل سيل انيميا اللي هم مين الهيموليسيس اند دي مايكروفاسكولار اوكلوجن. هل عنده سؤال على سيكل سيل انيميا؟ ثلاسيميا نفس الشيء هيموغلوبينوباثي. انا عندي مشكله بالهيموغلوبين فورميشن، انا بعمل نورمال هيموغلوبين بعمل الفا او بعمل بيتا بس باب نورمال اماونت. تمام. ما بعمل هيموغلوبين اس، ما بعمل فورمز جديده من 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 الهيموغلوبين، لا انا بعملهم هم نفسهم اللي انا بدي اياهم بس كميتهم مش كفايه او كومبليتلي ابسنت. inherited disorder caused by mutation in the globin genes decrease the synthesis of alpha or beta globin. وبناء عليه اذا كان reduced هو الفا معناته هي الفا ثلاسيميا، اذا كانت reduced هي بيتا معناته عم بحكي على بيتا ثلاسيميا. معناته هذا شو بده يعمل لي؟ الابسنس ب بون globin chain رح يعمل لي unpaired second chain. يعني اذا في عندي reduced number of alpha البيتا يلي ضايل ما رح يلاقي الفا يربط معه حتى يعمل لي الهيموغلوبين النورمال. فبالتالي شو رح يصير فيه؟ رح يصير فيه precipitation of the beta globin within the cytoplasm. نفس الشيء applies على حالات البيتا ثلاسيميا، انا عندي absent بيتا معناته هذا الالفا مش عم بيلاقي بيتا حتى يربط معها، فرح يعمل لي precipitation or inclusion bodies within the cytoplasm of the red blood cell. تمام؟ وهذا الانكلوجن هذا البريسيبيتيشن والدمج بالبلازما ممبرين وبريد بلاد سيل. اغلب الحالات الثلاسيميا اوتسومال كودومينانت. الادلت هيموغلوبين اللي هو الهيموغلوبين اي كومبوزد اوف زي ما حكينا 2 الفا 2 بيتا. الالفا تشين انكودد باي 2 الفا جلوبين تشينز جينز اون كروموسوم 16. فبالتالي انا عندي 4 الليت للالفا. تمام. فانا في عندي 4 كلينيكال بريزنتيشنز اور 4 كونديشنز للالفا ثلاسيميا. بالبيتا البيتا انكودد باي ا سنجل جين. تمام. فبالتالي انا كم الليل عندي؟ عندي اونلي 2 الليت. تمام. طيب بيتا ثلاسيميا الميوتيشن اللي ممكن يصير بالبيتا ثلاسيميا either complete absence of beta globin اللي بنسميها البيتا زيرو او ايش reduced number of beta ثلاسيميا حسب شو بيجتمع منهم سوا بيعطيني الكلينيكال بريزنتيشن. نطلع على هذا التيبل، نطلع على البيتا ثلاسيميا. we have the beta ثلاسيميا minor. We have the beta thalassemia intermediate and the beta thalassemia major. The minor and intermediate عن الميجر تختلف بالكلينيكال بريزنتيشن. يعني البيتا thalassemia minor بيجيك asymptomatic، المريض ما عنده frank symptoms and signs of anemia. ممكن إذا عملت له أنت CBC تلاقي عنده mild degree of anemia changes. تلاقي مثلاً عنده الهيموغلوبين شوية لو، MCV شوية كثير. MCH شوي بكثير، وهذا الشيء اللي بيعتمدوا عليه الفحص اللي بيطلبوه اي اثنين هم يتزوجوا بيحكي لك لازم تروح تجيب لي فحص. شو هو هذا الفحص اللي بيعملوه؟ CBC. بس CBC بيطلع الدكتور على شو؟ بيطلع بس على الام سي في، بشوف هل المريض هذا عنده مايل ديجري اوف انيميا، هل الام سي في عنده لو، معناته هو ايش؟ هو ممكن يكون حامل او كارير للثلاسيميا ميوتيشن. تمام. هذا هو الفحص اللي بيعمله. فبالتالي بالثلاسيميا كارير والثلاسيميا ماينر اللي هي بنسميها كمان بيتا ثلاسيميا تريت
هذا ال patient شو بيكون في عنده؟ بيكون في عنده mild reduction of the synthesis of beta globin chain. تمام؟ فبالتالي بتلاقي عنده واحد منهم normal intact production، واحد منهم either completely reduced completely absent or slightly reduced. تمام؟ البيتا ثلاسيميا انترميديا معناته انا بحكي على اشي مور سيفير ذان ذا ماينر، معناته هون شو صار البيشنت، شو صار عنده؟ صار عنده الريدكشن اوف ذا بيتا جلوبين سينثيسيس اكثر من الماينر. هذول ممكن يكون واحد من الجينز كومبليت ريدكشن، واحد سلايتلي ريديوس، او اثنين سلايتلي ريديوس، او واحد افكتد والثاني نورمال. Moderate to severe anemia بيجوا. الأصعب منهم اللي هي السيفير أنيميا، معناته أنا عندي either complete reduction، هلو نطلع كيف بيتا زيرو بيتا زيرو، أو عندي reduced four، أو عندي reduced four مع complete absence، فما في عندي أي جين intact بهاي الحالة. هلا رح تحكي لي هون reduced four هو نفس reduced four اللي موجود هون. آه مظبوط، لأن حسب قد إيه كمية الريدكشن اللي موجودة، كل ما كانت أكثر معناته راح تكون 30 ميجر. طيب هذول هم الفورمز أوف بيتا ثلاسيميا. طيب كيف بدي أشخص مريض البيتا ثلاسيميا؟ برضو نفس الشيء على طريق الهيموغلوبين إلكتروفوريسز، بدي أشوف له إيش التايبس أوف هيموغلوبين اللي موجودة عنده. طب هذا الريدكشن اوف هيموغلوبين A لازم يكون متعود عن طريق ريدكشن اوف انذر تايب اوف هيموغلوبين، مين هم؟ لانه البيتا ثلاسيميا ما بتصنع لي هيموغلوبين جديد، ما بتعمل لي هيموغلوبين اس زي السيكل سيل انيميا، هي بدها تعمل لي حتى بتعوض لي الريدكشن بالهيموغلوبين A عن طريق الفورميشن اوف اذر نورمالي فورم هيموغلوبين، اللي هم الادلت فورم هيموغلوبين A2 او الهيموغلوبين الفيتال بالضبط، حتى يحاولوا يعوضوا على الهايبوكسيا اللي صايره. شو كل ما كان الفورميشن للهيموغلوبين A2 والفورميشن للفيتال هيموغلوبين اعلى، معناته انا بحكي على ريدكشن اكثر بالهيموغلوبين A، معناته انا بحكي على ثلاسيميا ميجر. كل ما كانت ثلاسيميا ميجر معناته انا بحكي على مور كلينيكال سيمبتومز، مور لاب تشينجز، مور سيفير افكتد بيشنتس. So inadequate hemoglobin A formation will result in microcytic hypochromic anemia. This is very important. يعني this is the main line of diagnosis of thalassemia. صحيح لشخص thalassemia هي microcytic or hyperchromic or normocytic حتى. Accumulation of unpaired alpha globin chains رح يعملوا لي toxic precipitation يسميهم inclusion body, and this will destruct the membrane of the red blood cell سواء كان peripheral red blood cell or erythroid precursors within the bone marrow, فبالتالي it might lead to ineffective erythropoiesis ويصير شو في عند المريض extra medullary hematopoiesis. تمام؟ الالفا ثلاسيميا معناته أنا في عندي deletion of one or more of the alpha globin genes. حكينا إنه هم encoded by two genes، معناته أنا عندي four alleles للalpha globin. معناته absence لكل واحدة فيهم رح تعطيني presentation. أول شيء silent carrier معناته أنا في عندي deletion ل only one globin gene، معناته عندي ثلاثة intact. فالميوتيشن يلي بتصير بالالفا ثلاسيميا ميوتيشن مختلفة عن اللي بتصير بالبيتا ثلاسيميا. البيتا ثلاسيميا هي عبارة عن point mutation، ميوتيشن بنقطة معينة موجودة بهالجينز هذولا منعت لي الفورميشن للنورمال بيتا جلوبين. بالالفا ثلاسيميا لا، انا بصير في عندي deletion، الجين نفسه صار فيه deletion، فإت از جين deletion ميوتيشن. هون لما صار عندي silent carrier كان في عندي deletion ل only one alpha globin genes، معنى هذا ال patient بأغلب الحالات asymptomatic وما في عنده أي anemia يعني على
السي بي سي او اللاب ريزلتس. الالفا ثلاسيميا تريت، الالفا ثلاسيميا تريت معناته صار في عندي ديليشن لاكثر من واحد، صار عندي اثنين، تمام. ديليشن اوف تو الفا جلوبين جينز اعطاني الالفا ثلاسيميا تريت، اغلبهم اسيمبتوماتيك وتقريبا هم بتشابهوا مع البيتا ثلاسيميا ماينر. يعني البيتا ثلاسيميا ماينر زي مبدا الالفا ثلاسيميا تريت. بس كيف بدي اميز بينهم؟ الشيء الوحيد اللي بيساعدني اميز بينهم هو الهيموغلوبين A2 concentration. لما يكون elevated يعني نورمالي الهيموغلوبين A2 ماكسيمم بيكون 3% ماكسيمم هاي، لما يكون elevated يطلع عن 3.5% معناته انا هون بحكي على البيتا ثلاسيميا. الهيموغلوبين A2 هو الوحيد اللي رح يقدر يميز لي هل المريض عنده الفا ثلاسيميا تريت ولا بيتا ثلاسيميا تريت. اذا كان elevated الهيموغلوبين A2 هذا بنشوفه بالبيتا ثلاسيميا تريت مش بالالفا. هيموغلوبين H ديزيز، هيموغلوبين H ديزيز معناته صار في عندي deletion of 3 الفا جلوبين جينز، فبالتالي these patients present with more severe symptoms. وعندنا الهايدروكسبيتاليس اللي هو بيكون في عندنا deletion of all four الفا جلوبين جينز. By morphology confined to the peripheral blood. Microcytic hypochromic red blood cells regular in shape. التارجت سيل ممكن كمان تشوفهم. التارجت سيل بسبب التشينجز بالهيموغلوبين اللي بتصير مش نحن المفروض النورمال ريد بلود سيل تكون بيل ان سنتر، هون بنلاقي برضه في كروماتين بوينت وذين ذا بيل سنتر، تمام. هاي هي التارجت سيل. ثلاسيميا ماينر مارك باي مايكروسايتوسيس اند هايبوكروميزيا. الانايسوسايتوسيس بويكيلوسايتوسيس از بروميننت. Nucleated red blood cells برضه ممكن to be seen بسبب اللي هم البون مره عم بحاول يطلع لي immature forms of the red blood cells. البيتا ثلاسيميا انترميديا والهيموغلوبين H disease اللي هو affected الالفا بالعاده peripheral smear findings are just between these two extremities بين الميجر وبين مين؟ بين الماينر. ما في اغلب الحالات اللي بتخربط الميجر مبينه، يعني الكلينيكال برزنتيشن تاعت الميجر مبينه. اكثر حالات بتخربط هي شويه الانترميديا مع شويه من الماينر بيتا ثلاسيميا. تمام، بتخربطك شوي بالكلينيكال برزنتيشن بين المايلد تو مودريت ديجري اوف انيميا. Erythroid hyperplasia. زي ما حكينا expanded erythropoietic bone marrow with intramedullary spaces are filled with this expansion. حيعملي skeletal deformities and skeletal abnormalities. أكثر شيء بنشوفها على the skull of the patient. In addition to extramedullary hematopoiesis, other patients are or will suffer from growth retardation. تلاقيهم صغار في الحجم. ما يعني ما بينمو زي الاطفال العاديين اللي معهم، بيكونوا مبينين ان هذا الطفل في عنده مشكله وبري بين خصوصا اذا كانت ميجر. طيب هون الفيجر هاي سمرايز وات هابنز ان ثلاسيميا. This is the normal red blood cell composed of hemoglobin A اللي هو الفا 2 بيتا 2 وريليز نورمال ريد بلود سيل. بحالات ريديوس بيتا جلوبين سينثيسيس رح يصير في عنا precipitation of the alpha globin، عملي inclusion bodies هذول و abnormal erythroblasts within the bone marrow، فبالتالي رح يصير في عنا ineffective erythropoiesis within the bone marrow. ال erythroid precursors will die within the bone marrow itself، وممكن يعملي release ل abnormal red blood cells اللي هم ال hypochromic microcytic red blood cell. طبعا اللي هم ايش مالهم؟ كونهم ابنورمال رح يصير فيهم ديستركشن، رح يصير فيهم هيموليسيس. تمام؟ هيموليسيس بالثلاسيميا مينلي وين بيكون؟
بالسبلين بالضبط، مش انترافاسكولار بيصير بالسبلين. السيكل سيل انيميا لا، ممكن تلاقيه انترافاسكولار وممكن تلاقيه يعني كومباوند بيكون انترافاسكولار واكستراباسكولار. تمام. بالثلاسيميا لا، اتس مينلي بالسبلين، لانه التشنجز اللي صارت بالار بي سي ما عملت لي اياهم ستيكي، ما عملت لي الثرومبوسيس اللي بشوفه بالسيكل سيل. So anemia will cause tissue hypoxia, erythropoietin release from the kidney. فبالتالي بده يعمل لي extramedullary hematopoiesis, skeletal deformities. والمشكلة اللي بتصير بالinactive erythropoiesis هذول red blood cells بس يصير لهم destruction or die within the bone marrow، رح يعملوا release للآيرون اللي موجود جواتهم. هذا الآيرون كل ما زاد الكونسنتريشن تاعه ما صار رح يعمل لي accumulation within the tissue، رح يصير عند هذا المريض إشي بنسميه secondary hemochromatosis. الإشي اللي بزيد سوء للsecondary hemochromatosis blood transfusion. المريض البيتا ثلاسيميا ميجر ما إله حل، بدي أضل أعطيه blood لأنه دائما هو severely anemic، بدل أعطيه blood transfusion. blood transfusion هذا رح يعمل لي iron overload within the plasma، وهذا iron overload بيعمل accumulation وبزيد المشكلة في الهيموكروماتوسيس. تمام؟ exchange لا، exchange بصير على السيرم. يعني الاميون هيموليتيك انيميا بعمل لهم exchange عشان اخذ السيرم يلي موجود عندهم اطلع منه الاوتو انتيبادي. تمام. بس هون اساسا الريد بلود سيل اللي موجودين عنده ديستركتد هيمولايز، فانا بس بدي اعوضه بالشيء اللي موجود بالشيء اللي مفقود عنده. ما في عندي مشكله بالسيروم، ما في عندي انتيبوديز، ما في عندي شيء بدي اشيله من السيروم. فعندي لو عملت له اكسشينج ما راح يستفيد المريض. اللي بحاجته هو الريد بلود سيل، فليش اعطيه اكسشينج؟ ليش اعطي بالاكسشينج بعطيه مثلا سيروم؟ لا، انا ببعطيه باك ار بي سيز لانه هو بده بس الباك ار بي سيز. تمام. الايرون اوفرلود شو الحل؟ مين بيعرف؟ كليتنج ايجنتس. بالضبط، بعطيه هذول الايجنتس، لازم تاخذهم بالفارما هذول. الكليتنج ايجنتس بخفف لي من بيعمل بيربط مع الايرون الزياده هون وبسهل الاكسبريشن. تمام؟ فبخفف لي شوي من مشكله الهيموكروماتوسيس. طيب to repeat, clinical features with beta thalassemia trait and alpha thalassemia trait are asymptomatic mild microcytosis, hypochromic anemia with normal life expectancy. The beta thalassemia major growth retardation and sustained by blood transfusion. طول عمرهم كانوا بدهم ياخذوا blood transfusion. With the transfusions alone, survival into the second or third decades. يعني لسه شوية البيتا thalassemia major لسه أسوأ من السكل سيل أنيميا. زي ما حكينا الآيرون أوفرلود، a lot of complications, hemochromatosis, cardiac dysfunction. أي organ صار فيه accumulation of iron مع الوقت رح يصير dysfunction. فممكن to end up with organ failure. تمام؟ hematopoietic stem cell transplantation هو the treatment of choice but should be done early, later on. الثلاسيميا أو transfusion dependent thalassemic patients مش كثير بيستفيدوا لأنه rejection بيكون عالي بالبون مورو ترانسبلانتيشن. فانت لازم يعني قدر الامكان كفيزيشن تخفف من البلاد ترانسفيوجن قد ما تقدر لهذا البيشنت، وحتى تخلي له الفرصه انه يقدر يستفيد من البون مورو ترانسبلانتيشن. سو دايجنوسيس، اول شيء كلينيكال هيستوري برزنتيشن للمريض كيف بيجي. الميجر لاب تيست لانه هو بيجيك بانيميا بتعمل له كل الانيميا ورك اب تو اند اب وذ الهيموغلوبين الكتروفوريس اللي هو رح يعمل ديتكشن للبرسنتجز اوف نورمال هيموغلوبين والابنورمال هيموغلوبين اللي موجود عند المريض. انتوا عارفين كم النورمال هيموغلوبين كونسنتريشن، هيموغلوبين ايه كم لازم يكون؟ لا 96 to 98% من النورمال. ما ممكن يعني 95 اوكي. الهيموغلوبين اف والهيموغلوبين اي 2
بالمئة. هيموغلوبين A2 يعني ماكسيمم 3%، مش أكثر من هيك. في مايد فاريابيليتي طبعاً بالقراءات، بتقرأها من أي كتاب عادي، ما في مشكلة بال شوية يعني رقم زايد رقم ناقص عادي. الهيموغلوبين F هو أقل إشي كومبوننت بالأدلت، تمام؟ يعني ماكسيمم 1 to 1.5، مش أكثر من هيك، تمام؟ So hemoglobin A2 level may be normal or increased حسب ال type of thalassemia. كل ما مشينا على ال من minor لintermediate لا major معناته الهيموغلوبين A2 رح يكون أعلى والهيموغلوبين F رح يكون أعلى. Prenatal diagnosis of beta thalassemia عن طريق amniocentesis أو chorionic villi biopsy. Beta thalassemia minor have reduced level of hemoglobin A and increased level of hemoglobin A2. Without clinical symptoms or without important symptoms على patient. الهيموغلوبين actually بنشوفه بالالفا ثلاسيميا بيكون في detection of beta 4 tumors، تمام؟ هذول البيشنت بيعانوا من سيفير انيميا، بيكون في عندهم deletion of 3 الفا جلوبين chains. الهيدروكسفيتاليس اللي هو بنسميه هيموغلوبين بارت، هيموغلوبين بارت بيكون في فورميشن اوف 4 جاما، تمام؟ بيكون عند هذول البيشنت جاما 4 وفيري سيفير انكومباتبل، تمام؟ ممكن بيشنت يكون عندهم ثلاسيميا وسكل سيل انيميا ات ذا سيم تايم، يس ممكن حاملين الـ 2 genetic mutations بيكون عندهم الـ symptoms. ممكن يكون carrier للثلاسيميا مثلا وبالفرانك سيكل سيل انيميا، ممكن العكس ممكن يكون carrier للسيكل سيل بس الفرانك بيتا ثلاسيميا. هل عنده سؤال؟ طيب يعطيك العافية.